بداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه أمس لعدد من المشروعات القومية في مجال الإسكان والطرق ومناطق الشيخ زايد 6 أكتوبر، واللي شملت افتتاح مشروع سكن مصر واللي بيضم 77 عمارة بإجمالي 4236 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة. إسكان اجتماعي أيضا بيضم 781 عمارة بإجمالي 18844 وحدة سكنية. أيضا افتتاح سكن مصر واللي بيضم 435 عمارة بإجمالي 10440 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر. أيضا تم افتتاح كوبري ومحور المنصورية وتطوير طريق ترسة وكوبري ترسة وتطوير محور المريوطية وكوبري المريوطية.